كيلو ديال الطحين غادي نعطيها لشي واحد، الا شدها هادشي كاين بلي راه محتاج، ولكن في وسط كيلو ديال الطحين كاينه 2000 درهم. حيت صعيب بزاف تفرق بين واحد محتاج وبين لا، قررت بوحدي نطبق واحد الشائعه اللي طلقات على واحد الممثل هندي، ومادام انها شائعه يعني ما دارش، مي حنا غنديروها وفي المغرب. اللي غنديرو بكل بساطة، أنا أخذو كيلو ديال الطحين غنديرو فيه 2000 درهم، يعني اللي غياخد هاد الميكا اللي كتسوى 4 درهم راه فغيمون محتاج لديك 2000 درهم. شكرا عمر، باقيين 8. وهكذا غنكونو وصلنا للناس المحتاجة 100%، عكس الفيديو اللي قبل. دابا الأمور من بعد غادي نمشيو، شكون اللي غادي يهز كيلو طحين وشكون اللي غادي يتجاهلو؟ خليكم على الفيديو. صدقة صدقة. أنت ما خسرتش؟ لا. ها؟ لا لا يسوي. ما خسرتش طحين؟ لا. ما خوت هذا هذا صافي بصح واحد الصحراوي عاد مشى دابا كان معايا. ها واحد الصحراوي مسكين ما عندوش هذا، دابا عاد كيمشي معايا منه. هو هذا كان عيط له والله يقدر هذا كيلو طحين. ما عنديش هاد الكيلو باش عاد الحركه كلها صافي الذكرى صافي هاني ما شفتش واش كتبيعو؟ لا لا ما نبيعوش اخويا ديه فابور فابور كيلو ديال الفرصه رطب. اه الفرصه رطب نيتها بقيت الحوان تسدو الى موت صاحبي. اش من شحال صافي سير؟ انا عندي فلوس انا باغي سير اخويا. خلصنا شحال 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 انت باغي تخلص صافي راه شحال كيلو؟ 4 درهم كيلو راه سير اخويا. ها هي 4 درهم زعما ناقصه جد مني باغي تخلص اخويا والله ما نحيدها صافي سير اخويا صحر. ها هاني ويلي صابر اخويا قدرنا ناخذ هز اصاحبي هز هز هاني هز انت محتاجها صافي ديالك سير نقدر ندير واحد اللقطه صاحبي. ايه صاحبي سمح لي نسولك سمح لي نسولك دابا انت خديتي كيلو طحين انت محتاجها؟ اه باغي هذا الغدا؟ لا غير واش محتاجها؟ اه بغيت نقول لك تقدر تحلها حلها. علاش؟ حلها كاين واحد الحاجه في الصالي ديالك غير ممكن واش تحلها ولا لا؟ ديالك اخويا زعما سمعي كنعطيو الناس اللي يعني اللي غير كيلو طحين يعني راه محتاج فهمتي. فمادام انا محتاج هادشي يقدر نديرو الفكره. لا اخي شوف انا ما قلتلكش هكا باش تبكي الصاد بقى فيا وحاولت نواسيه بكلام زوين. كنتمنى ندخل عقلك فرحه وهذا محبك اخويا. لا ما كاينش اش تقول يا اخويا. بغيت غير ناخذ منك حاجه واحده واش ممكن ندوزو هاد الخالي بطبيعه الحال غنضبط لك وجهك. اه ماشي مشكلة دوزها صافا نهارك مبروك. اسمح لي مرة أخرى صافا خذها. هاني والله لا هاني. معكم السلام اخويا. مرحبا بسي طلع لك شي واحد انا قال لك تفرق الطحين. وي خذ اخويا خذ. هاني هز اللي بغيت. شكرا. هاني هاني والله لا. العاقة. السلام عليكم. هز هز يا ولد هاني فابور 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 هز هاني يا الله. هاد الحي صغير وما بغيناش نحشمو السيدي الى رجعت. داكشي باش بدلنا البلاصه داك الضوء واحد واحد خرجت خرجت فين خرجت انا قرب باش تساعدنا البلاصه هادي مسكينه رجعت تقلب علينا صافي الله يحلال عليها. بابو ها بابو والله يا روح تقبل خذ ها ها ما بيحتاجش غير يعطيه. وانت محتاج؟ لا خويا ما محتاجش صافي ما تضيعش واحد اخر. والله صافي في الله في الله. واحد اخر كنت محتاج عطاه له في سيرفيس والله الا غادي يجي كاينه. كانت هذه هي الفكره ديال كيلو الطحين. ما نساوش ديروا جميع باش تكون فكره لايك وصلوا هذا الفيديو ل 100000 جيم. اذا وصلت نقدر نديروا جزء ثاني هكا غادي يستافدوا ناس كثار. بسلامه.